الشعب ده في المستوى اللي بيضلل له باسم الدين، هو صالح منتفع بالدين. شعبنا الدين عزيز عنده جدا، وعنده الاصايل الموجوده في صدره اللي يكون زيه في قمه. الناس يتكلموا كثير عن الشعوب الاسلاميه هسه، يمكن الخصائص في الشعب السوداني اقرب خصائص الشعوب الحاضره لامتنا العربيه عندما جاء الاسلام. في نوع طبيعي من الزهادة، جهد، في نوع طبيعي من القناعة بالقليل، في نوع طبيعي من المروءة، في نوع طبيعي من حب الصراحة والحرية، في نوع طبيعي من الجد. ما في هذا عند السودانيين، حتى لو كان بنكت تلقاه الجد ظاهر، حتى نكتة تجي ضايقة زي المصريين مثلا. دي كلها خصائص قريبة جدا لأن تخلي الناس ترتفعوا بالدين. لكن التضليل قائم لنفس السماحة اللي احنا بنحب بها الدين، ضللنا باسم الدين.